نشر الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز تعليق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يهاجم فيه الفنانة منى فاروق بسبب قرار انتحارها بعد الأزمة التي ألمت بها في الفترة الأخيرة ودخلت بسببها السجن. وقال وائل: هو حد وقف جنبك غيري لما الكل باعك؟ عندي سؤال مهم ليكي، هو انتي مش كنتي لسه بتنتحري من كام يوم؟ صحيتي فجأة تركبي الترند حسبنا الله ونعم الوكيل. إن غدا لناظره قريب. وأثار شقيق ياسمين عبد العزيز جدالا واسعا في الفترة الأخيرة بسبب شقيقته ياسمين عندما دخل في مشاحنة كلامية مع الفنان أحمد العوضي ليكشف علاقته بشقيقته. وبعدها قدم وائل اعتذار للفنانة ياسمين عبد العزيز مؤكدا إنه لن يتدخل مرة أخرى في حياتها الشخصية.